مع بداية العام الجديد سيجد عدد من مستخدمي تطبيق واتساب أنفسهم غير قادرين على استخدامه، حيث أعلنت الشركة أنها تريد التركيز على أنظمة تشغيل الهواتف التي تستخدمها الغالبية العظمى، وبناء عليه فأن أي هاتف بلاك بيري يعمل بنظامي تشغيل بلاك بيري أو أو إس أو بلاك بيري 10 لن يستطيع التعامل مع واتساب من بداية من العام الجديد.